راه تعرف المغرب راه متبوع اخويا في هذا المغرب والله الا متبوع كان الله يفرج عليك اخويا سام الله يفرج عليك يا خاصو هذا النهار الكبير عند الله الله يفرج عليك اخويا سام الله يفرج على امه محمد ما تستاهلش والله ما تستاهل والله غير اللي قلب الخالص طال واش مين وسيدنا طنطو دخلنا والله شادي والله سيدنا السلام عليكم ما شاء الله وصاد اخو مصطفى الله العظيم الله ما شاء الله وصاد شباش ما كاين هذا ما فراسك عندها هذا السيد هذا مسكين هذا مسكين والله عاطي مجرد ما شاء الله على عملات مسكين هذا هذا ماشي حكرو والله الا تداوي حكرو رجع حكرو هذا شوف واحد غادي نقولها لك نسلم ليها ما تعملهمش هذوك الناس ايوا هي هادشي ما تعملش عيب عيب هذاك السيد دابا مسكين حاجه تركا اجدار وانا تجيك طار من هادشي المعلم ما شاء الله الله يجلي الله يجلي فيها الخير وصافي ولك السيد راه مسكين دابا راه ما شاء الله الا بقى فينا بالله جاي ودري ويت صاحبنا دوزنا معاه مسكين كنت معلم دوزنا معاه مرتش دوخي دوزنا معاه كنا معاه فرحان وفرحة مع الميزة أمو الدعية درويشة با درويشة صاحبنا سي بشير عبدالدا والله ما شاء الله بسط فراه ما شاء الله تشرع الله يفرجها عليه الله يفرجها عليه الله يفرجها عليه تشرع تطلع تما خمسة بالله العظيم الله يخليها خمسة عاش بتشوف بديت يتحمق بديت يتحمق خمسة الله يفرجها عليه الله يفرجها عليه أخواتي الله يجري فيها الخير حشومة وتجيب انا واحد خالي اخر مصطفى نقولها لك هي على الزعما تبان لهم شي واحد مشهور واه هذا هذه هي النقطه اللي خصك تجيبو يهرسو شي واحد راه ما يدرش تيشوف ما تيشوفوش الايجابيات راه ما غاديش يدرس اخر تيشوفوش هذه الايجابيات تيشوفو هي السلبيات راه السيد راه واعر انا غادي يدرس الزرايات المغرب الزرايات المغرب وكاينه فرح المغاربه ما شاء الله حشومه كاع واحد وفي العالم انا هذا عندي انا بوال الله يخلي ليه صحيح وريني شي واحد انا يحصل منه غادي يجي الله تعالى انا عزيز عليا انا هذا السيد هذا واعر الله تعاود لك يلا لا تفلن ننسى مسكين حسن عوانا والله الا حسن عوانا بابا زعما بغي يهرس راه ما غاديش يدرس غادي يدرس غير الشجر والخشب اي تكلم على غادي يدير الله بغي يدير لي ستيناب سمعت غادي يدير لي لي ستيناب والله يجيني لك شي حاجه الله يهدي لي فيها الخير غادي يدير لي لي ستيناب الله يهدي لي فيها الخير خلاص امين اخويا والله الا من القلب الخالص الله يدعم ولا انا فكرني اخونا هذا راه والله ما يستاهل دري واش والله ما يستاهل عزيز عليه المسكين هادشي شفناه بعينينا عامل زعما راه بليبيش هذا المسكين ما تلقاش شي واحد يقولها به خايبه الله يعمر هذا السيد الخال شكل هذا درا اش بين نقول لك ما شاء الله وزار شكون هذا اللي ما تيخطر والله عرفت راه مسكين هذاك انت مع اللي ما قال لهم والو جيبوا لي هذا وهذا عيط لي قال لي كي معك صاحبك واش عرفت اللي نقول لك ما شاء الله انت معلم قال معنا وطا وشكل وفي مراكش شو غير وفي مراكش شو غير داك الشيء كيدار معانا والله العظيم شوفوا اللي توصلنا وداك هذاك من خصم عليكم الناس وهو تهلا بينا بلا داك الشيء وراجل من غير داك الشيء الله يعمر هذاك السيد تيعز عليه مسكين عز عليه والله يجيب البلاد والله يلعب عليه المسكين وتجيب تصرف لكم والله عمر هذا لا لا نزهه الله يرزقها الصبر مسكينه هذاك والله عمر هذا الشيء البشير الله يعمر هذا ما تدري واش انكم والله يفرجها عليه الله يفرجها عليه كاع كاع المسلمين تيدعيو معاه كاع الناس يدعيو معاه كلشي معلم كاع المغرب كله وطن عليه الناس يدعيو معاه كلشي كلشي يالله يفرجها عليه اخويا الله يفرجها عليه امين الله يشافي الناس هناك ايه الملك ثاني بن رجل الله يشافي ايه الله يشافي الله يشافي اخويا مصطفى الله يضربه بالعصات العفو من يدو الله يضربه بالعصات العفو من يدو يا مولانا الله يحفظ الناس يدنا الله يحفظنا ويحفظ من المعلم من عين الاحسان المعلم راه البلاد هي راه البلاد امالكنا هذاك والمؤمن راه موصل امالكنا هذاك امالكنا هذاك الله ينصرو الله يشافيه غادي يتشافى ان شاء الله وغادي يولي بخير ان شاء الله في هذا رمضان العزيز هذا رمضان المبارك ان شاء الله غادي يعفو عليه
غادي يتشافى ان شاء الله ما لينا وغادي يروح. مسكين الله يبرد الله يجينا شي ضربه. راه تعرف المغرب راه متبوع وخطر شتي هذا المغرب والله الا متبوع متبوع هادشي ما كنفهمش. الله يجعل مولانا ينصر مالكنا وين المغرب واعر وين صر الامه الاسلاميه ربي الحمد لله فرحنا ويدخل علينا الحمد لله والتكرت الحوايج والله الا بخير يدخل عنا الله هذا الشهر رمضان غادي يدخلوا بالصحه والسلامه ان شاء الله والله الله يشافينا سيدنا الله ينصرو الله يشافي وهذا السيد هذا مسكين الله يدي ليه الله يدي ليه شي تشتا ويدخل الله يدي ليه شتا ويدخل الله يفرج عليه الله يدي ليه شتا ويدخل يا مولاي الكريم الله يفرج عليك اخويا سعد الله يفرج عليك يا اخو الصدق النهار الكبير عند الله الله يفرج عليك اخويا سعد وعلى امه محمد ما تستاهلش ما يستاهلش والله ما تستاهل من اللي قلب الخريص تنهضر انا شفتو انا شفتو شفتك انا خويا مصطفى عزيز عليه المسكين وحق الله الا تتقرب الا للمساك هادشي هذا نعرفو خويا مصطفى عرفتي كلشي راه تنعرفو تتقرب منه ومن المزيان ودريويج دريويج ماشي واحد تنقول عندنا واحد القضيه بعدا دابا الجمهور بعدا حتى لا مطير الجمهور اخوتنا كذا اللي يقول بعدا بنادم احنا هادو راه تيقعدو تيقولو بحق الله العظيم لا من قلب لا شاركنا مع الطعام هذاك السيد تنجيو مع قلب لا مش زعما شاركنا مع الطعام خليني من انا من اليوتيوب لا مولاي وتنجي مع هذاك السيد من قلب انا زعما زعما الفيديو زعما راه كذا ولا هذا راه تيجيب شاركنا انا تنجي مع هذاك السيد من قلبي انا والسيد هذاك السيد عزيز علينا اخونا الله يحفظه الله الله يدي له شي شتا وتخير وسيدنا تنتوعي تنجيو معاه الله يشافيه الله يشفي سيدنا الله يسر الله يسر الاسره العلويه عاش الملك سيدي مولاي الحسن تا هو الله يجعل مولانا يخلي لي صحته ويصول من عليه لا هو ولا العائله بصفه عامه الله يحسن الاسره العلويه يا مولانا الكريم قالوا تقولوا ابو يديروا يديروا شي حاجه ما تشاد احنا ما عرفنا ما ما يجي يهضروا ولكن الا كان شي حاجه الا كان شي ستنا راه والله يجي ليه داو لا تيقولوا وحنا داك السيد ما بينا غير هو والله لا داك السيد راه كاينه راهي بقاتي ما كاينه الله يخليكم كاع ما عرفتهاش ولا داك السيد واعر راه شي راه الصر ويجي ان شاء الله غادي يجي لبلادو وبارك الله يمشي فرنسا ولا فرنسوس بارك عليه رانا بلادك وشوف كنت اخر الله يحفظك وراه واعر داك السيد واعر 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 كاينه فنانه تيعجبني انا بعدا تيعجبني فنان بكل معنى من الكلمه وفنان وفنان ايه وتيحب الفنانه وبعد الفنانه تطلع لهم تما لهم الله العظيم الله يشافيه الله يشافيه الله يدير فيها الخير المهم اللي قال هذاك اش بنقول لك اخو مصطفى ختام راه والدك ايوا دابا دينا معاهم اش بغيتو بارك الله فيك كلب كلب راه كنا اخويا ولا شي حاجه هو طالع لنا ربي كبير سوقنا في هذا الكلام الا تهضركنا من انت ولا اله الا الله هادشي اللي كندير شي فاتحه ولا كذا ايوا اخويا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الله يجزيك خير امين.